وهذا سائل يقول: إمام مسجد ولكنه يكتب التمائم الغير الشرعية ويحل السحر بغير الطريقة الشرعية، فهل تجوز إمامته؟ هذا ليس بمسلم، الذي يعمل السحر ليس بمسلم، تعلم السحر وتعليمه وعمله هذا كهر، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال سبحانه وتعالى في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر وتعليمه وعمله والتصديق به كل كهر بالله عز وجل، ولا تصح منه صلاة ولا عبادة حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز أنه يجعل إماما للمسجد، ولا تصح الصلاة خلفه لأن صلاته هو غير صحيحة، فلا تصح صلاة من خلفه.